فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك اللهم عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء والفوز يوم القضاء يا سميع الدعاء. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، هب لنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا أمننا، واحفظ علينا استقرارنا، واحفظ علينا ديننا، وأيد بالحق قادتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم وفقهم للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا سميع الدعاء. إلهنا إلهنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، نسألك أن تكفينا والمسلمين شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، واجمع قلوبها على الكتاب والسنة يا ذا العطايا.
ذكرها وأعد مجدها وهيبتها في العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمضطهدين في دينهم وأعراضهم وحرماتهم وأوطانهم يا رب العالمين. اللهم بدل خوفهم أمنا وفقرهم غنى وزدهم يا ربنا صبرا وثباتا. اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم وداوي جرحاهم وصن أعراضهم وأموالهم وديارهم. اللهم واحقن دماءهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إن الطغاة قد طغوا وبغوا وأمعنوا في الفساد، سفكوا الدماء ونثروا الأشلاء ولم يرحموا الشيوخ والأطفال والنساء. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. إلهنا إلهنا وسيدنا وخالقنا ورازقنا، لذنا بجنابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك يا ربنا وخالقنا يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى، نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بأن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا رحيم يا ودود يا رحيم يا ودود. اللهم واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان يا رب العالمين. اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وزلته ويوم القيامة وكربته يا رب العالمين. اللهم
اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، واجعلها رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. يا ذا الجلال والإكرام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.